مساة رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبه فالعمر ظل سحاب وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب ووقعهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب هذا جزاء الصائمين لربهم سعدوا بخير كرامة وجناب الصوم جنة صائم من مأذم ينهى عن الفحشاء والأوشاب الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من رقة برقاب ما صام من لم يرع حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب ما صام
على اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخراب ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب. الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب. الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. كم من صيام ما جنى أصحابه غير الظما والأتعاب. كم من صيام ما جنى أصحابه غير الظما والجوع والأتعاب. ما كل من ترك الطعام وكذاك تارك شهوة وشراب. ما كل من ترك الطعام بصائم وكذاك تارك شهوة وشراب. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين. الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم.
فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول
ادخلوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك العفو والعافية وتمام العافية. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في قلبي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي. لا إله إلا أنت. اللهم يا رب عافني في بدني. اللهم إنا نسأل لجميع المرضى العافية، وأن تمسح بيدك الشافية. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي، اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، ولا دواء إلا من عندك. اللهم أنزل على جميع المرضى شفاء من عندك. اللهم أنزل على جميع المرضى عافية من عندك. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. نسأل اللهم لهم العافية، وأن تمسح بيدك الشافية. اللهم امسح بيدك الشافية على أوجاعنا. اللهم امسح بيدك الشافية على أسقامنا. اللهم امسح بيدك الشافية على قلوبنا. اللهم امسح بيدك الشافية على صدورنا. اللهم امسح بيدك الشافية على عيوننا وأسماعنا وألسنتنا. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. كثر أنين المرضى، وكثرت شكوى المرضى، وكثرت أوجاعهم، فاشفهم يا رب وعافهم يا رب. عاف كل مريض، شاف كل مبتلى، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا أنيس المتفردين، يا حرز اللاجئين، يا ظهير المنقطعين، يا من أذاق قلوب العابدين لذة الحمد، يا من أذاق قلوب العابدين حلاوة الانقطاع إليه، يا من يقبل من تاب، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب، يا من يتأنى على الخطائين، يا من يحلم عن الجاهلين، يا من لا يضيع مطيعا ولا ينسى صافيا ذاكرا، يا من سمح بالنوال، ويا من جاد بالإفضال، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا،
وكشف بالرحمة غمومنا، وصفح عن جرمنا بعد جهلنا، وأحسن إلينا بعد إساءتنا، يا أرحم الراحمين، يا ودود، يا ودود، يا ودود، تحنن علينا، تفضل علينا، جد علينا بعطائك يا كريم، بأفضالك يا رحيم، بمغفرتك يا غفور، بعظمتك يا ودود، يا ودود، يا ودود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب، وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد، قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل، حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟
فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.